برفض إسرائيل لعناصر الصفقة المطروحة من قبل حماس. وفي الوقت نفسه هناك تقارير أيضا وتصريحات إسرائيلية تؤكد أننا بتنا قريبين من هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية، وإصرار إسرائيلي على تحقيق الأهداف في الحرب كاملة. فهل هذا مؤشر على أننا مقبلون على مزيد من التأزم في الموقف؟ وهل تعتقد سيادة الوزير أن فرص التوصل إلى صفقة باتت بعيدة؟ شكرا. شكرا. الصفقة اللي تم بلورتها من خلال المشاورات اللي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها، وكان هناك وجهة نظر إزاءها من قبل حماس، وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائن. هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة ووجود تبذل هنا في القاهرة تقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين، وهذا ما نعمل من أجله، ولكن بهدف أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. كما دائما أكدنا بأنه الهدف هو وقف الكامل لإطلاق النار، نفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لخارج الأراضي. مفاوضات معقدة وصفقة بالتأكيد كل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصلحة. جهود المصرية لم تتوقف في إطار إيجاد حل ووقف لإطلاق النار لإعفاء الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة اللي وقعت على المدنيين الأبرياء، ولكن الأمر يتطور ويتطور بشكل سلبي. التصريحات المختلفة اللي بتيدلي بها والأعمال اللي بدأت في النشاط العسكري في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين بوضع إنساني كارثي، لوجود 1,400,000 مواطن فلسطيني متكدسين الآن في رقعة ضيقة جدا ولا يمكن لهم حماية أنفسهم أمام هذه الأعمال العسكرية. الأمم المتحدة أعلنت خطورة هذا الوضع بأنه وضع لا يمكن استيعابه وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن قلقه. هناك توافق دولي بأنه المنطقة لا تحتمل نفس كثافة الأعمال العسكرية اللي شهدناها في الأوقات الماضية، وأنه الوضع الإنساني لا بد من احترامه، وهذه هي أيضا دعوة ضرورية نؤكد عليها بأنه الأمر لا يحتمل مزيد من الضحايا من المدنيين، مزيد من التدمير، أوضاع الإنسانية متفاقمة في غزة، وأي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية سوف يكون لها أثار وخيمة. مرة أخرى الإجراءات التي تتخذ والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى التهجير والنزوح هي لابد أن ينظر إليها على أنها سياسة ممنهجة، يمكن أن يستمر اتخاذ إجراءات كلها تقود إلى نتيجة محتومة، نتيجة الكل يحذر ويرفضها، ولكن المهم أن ألا تستمر الإجراءات للوصول إلى النتيجة المرفوضة.